اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد مع زيزي فاميلي. النهارده يومي مختلف، حبيت ابداه بكلمه شكر للشعب الجزائري. استنى، اوعى تروح في حته. كل الحب والتقدير خارج من جوه قلبي للشعب الجزائري الجميل المزواق صاحب الذوق العالي الرفيع. اشكركم جدا جدا على تواجدكم وحضوركم عندي في قناتي البسيطه وتعليقاتكم الجميله التي أسعدتني كتير جدا جدا جدا. ربي يسعد قلوبكم مثل ما أسعدتوني. تحية من القلب، كل الحب والاحترام للشعب العراقي الجميل المزواق صاحب الذوق العالي. ربي يسعد قلوبكم مثل ما أسعدتوني بتعليقاتكم الجميلة. أسعدني جدا جدا تواجدكم وحضوركم وتعليقاتكم المميزة. شكرا، وكل الشكر والتقدير والحب ليكم يا أغلى الشعوب. تحية من القلب، كل الحب لكل العالم وكل الناس اللي شرفتني وتواجدت عندي في قناتي البسيطة وأسعدتني بتعليقاتها الجميلة. ربي يديم المحبة والمودة. بحبكم جدا جدا جدا، وربي يسعدكم ويسعد قلوبكم مثل ما أسعدتوني بتعليقاتكم الظريفة اللطيفة، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. النهاردة يومي مختلف، ياريت 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 تستنوا لاخر الفيديو معايا، هتشوفوا حاجه جميله جدا جدا. النهارده يومنا مختلف تماما، انا عملت لكم اغنى طبق بالعالم. اغنى طبق؟ ايوه اغنى طبق، وارخص طبق كمان. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا جبت ده ملح وكمون وطماطم وبصل، قطعتهم قطع صغيره جدا، وكمان فاصوليا بيضه انا سلقتها، معايا ليمون ومعايا زيت زيتون وكمان دبس الرمان. وبصراحة اي حاجة موجودة من المكسبات الطعم دي اختيارية، انت بتضيفي اللي انت بتحبيه او بتنقصي اللي انت ما بتفضلهوش. انا هنا نزلت بالفاصوليا، اكلة سهلة جدا 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 وغنية، طبق غني جدا جدا، بتحطيه على السفرة كمقبلات او سلطة، نوع من انواع السلطة. سلطات عالم كبير جدا جدا، بس نفكر ازاي نرتب اغراضنا ونعمل الخضار بطريقة تدينا طعم مميز. انا هنا قطعت بصلية قطعة صغيرة خالص، بصل احمر، ولو عندك بصل اخضر بيديك كمان مذاق جميل جدا جدا وبيعلي التست. يعني ممكن انت تبدلي البصل الاحمر بالبصل الاخضر اختياري. طماطمية قطعتها مكعبات صغيرة جدا جدا، ونزلت شوية ملح خفاف وكمان نص معلقة كمون او على حسب اختيارك انت تزودي شوية تنقصي شوية. هنا ده عصير ليمون جاهز انا بجيبه من السوبر ماركت بجنب الفريش، وكمان دبس الرمان. الطبق ده غني لاني فيه قيمة غذائية كبيرة جدا عالية، طبق متكامل ممكن تستكفي بيه، وانا احيانا كتير بعمل كده، بستكفي بيه وقت ما بكون محتاجة عشاء خفيف او مفيش وقت، تعبانة لأي سبب من الاسباب. وهنا زيت زيتون، زيت الزيتون جميل جدا، وكمان ما بيتخزنش جوه الجسم، ودي من اعلى فوائده. طبعا زيت الزيتون، الزيتون عموما مذكور في القرآن الكريم ان هو شفاء للعالم. ده طبق جميل جدا جدا وصحي في منتهى الجمال. بصراحة انا هنا حبيت اني انا فكر اعليله التست، فممكن انا اضيف له كمان جزرايه مبشوره، وعندي فلفل رومي اخضر ممكن ازيده عليه، اديله كمان قيمه فيتامين، قيمه غذائيه اكبر. قطعت فلفل رومي حلقات صغيره، قطع صغيره، وبشرت جزرايه واحده، وزي ما انتم شايفين كده هنبدا نقلب. طبعا كلنا عارفين ان الفاصوليا قيمتها الغذائية كبيرة جدا لأنها بروتين نباتي، كمان الخضار من كل أنواع الفيتامينات، الحديد وفيتامين سي، الليمون والجزر والفلفل الأخضر ملين الجلد، حاجة يعني خطيرة. الليمون كمان، البصل، حاجة فوق الجمال. طبق تست بتاعه عالي جدا 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 وبسيط وسهل، مبياخدش منك أي شيء. الفاصوليا دي احنا ممكن نجيبها من السوبر ماركت علب جاهزة، لو انت عندك في البيت
تنقعيها شوية ساعتين وبتسلقيها، تاخدش منك حاجة. على ما انت تقطعي خضارك بتكون الأكلة جاهزة. تغيير طعم وشكل على السفرة كمان طبق مميز طعمه في منتهى الجمال. دبس الرمان بيعلي التست بتاعه جدا 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 مع الليمون. ممكن تضيفي معلقة خل، بس انا محبتش اضيف الخل. جربوه انتوا اكيد اكيد هتحبوا. الحياة بسيطة وممكن من بسيط جدا بنعمل طبق قيمة الغذائية فيه عالية جدا وبدون تكاليف. اللحوم والدواجن والبروتين الحيواني مش دايما يعني هو الأساس، احنا ممكن ندور على البروتين في حاجات كتير جدا في حياتنا موجودة وفي قلب بيتنا كمان، وبنستغنى بيها عن البروتين الحيواني. عايزين نهون على نفسنا لأن الحياة صعبة، وده طبعا للناس اللي هي بتكون زعلانة انها بتقدرش تشتري بروتين حيواني بصفة مستمرة. بدلي وانت كمان الكسبانة والربحانة، لا شحوم ولا دهون ولا اي مشاكل صحية هتقابلك نهائيا ولا نقرس كمان. طبق جميل جدا جدا جدا، جربيه. انا هنا تبقى عندي جزر وخيار مبشور، حبيت ازين بيه الطبق زي ما انتوا شايفين كده حواليه بيديله شكل. طبعا انت بتزيني بالطريقة اللي تناسبك، هو ده اللي كان متوفر عندي فقلت اضيفه. وهنا حبيت ازيد تست دبس الرمان. دبس الرمان خطير يا جماعة، بيدينا تست عالي جدا 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 للأكل، وكمان بيغنيكي عن الخل والليمون، وده سبب ممكن من الأسباب اللي أنا ما حطيتش خل، يعني حسيت ان كده كفاية. انت ممكن تضيفي اضافات كتير وممكن تنقسي من الحاجات ديت على حسب مذاقك. جربيه اكيد اكيد هيعجبك، انا واثقة بده. انا بحبكم جدا وسعيدة بيكم جدا جدا. ربي يديم التواصل بيننا الدائم واكون عند حسن ظنكم. دايما بكرة افضل باذن الله، خلينا نتفق على كده. اللهم صل على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اسعدني جدا تعليقاتكم، ياريت لو عندكم اي ملحوظة تكتبولي كمان في التعليقات. عندي صدر رحم واسع جدا، ودايما بقول الناس هي مرايتي. اقول لكم ايه كمان، انا بحبكم كتير كتير وسعيدة بيكم كتير كتير جدا جدا جدا. اسفة لو كنت في تعليق انا ما رديتش عليه، اكيد خارج عن ارادتي وغصب عني. ساعات التليفون بيهنك من كتر التعليقات الجميلة، ربي يديمها عليا نعمة يا رب العالمين. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، واهم من ده كله يا رب نتواصل بصفة دائمة وتكون الحب والمودة متبادلة بينا. ربنا يقدرني واقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو افضل يوم بعد يوم. ان شاء الله الحياة هتكون افضل. كل الحب والاحترام ليكم، احلى طبق واغنى طبق، جربيه اكيد اكيد هيعجبك كتير، انا واثقه لان هو فعلا طعمه مميز. انا من الناس اللي ما كانتش بتاكل الفاصوليا البيضة دي نهائي، جربته مره اتحط على السفره وجربته من الجوع اكلته، فطلع مذاقه عالي جدا جدا وعجبني، ومن هذه اللحظه انا دايما بعمله في بيتي. كمان عجب الاولاد كتير، ويا رب يعجبكم انتوا اولادكم وحبايبكم كمان. بحبكم في الله، بقول لكم ايه.